الأستاذ علي الحجار فنان راقي ومحترم ما يختلفش عليه اتنين. تعالوا نسمع منه حكاية جميلة وكلها مشاعر، ولادة بنته مشيرة، حكاية مليانة دموع وأحاسيس وفرحة لخبطة كده غريبة. عايز أعرف شعور الأب علي الحجار عند قدوم أول طفل له وكانت مشمش أو مشيرة الصغيرة. هم كذا شعور جوا بعض لكذا سبب، معلش هبقى صريح معاكي. يا ريت. الفترة اللي قبل ولادة مشيرة بشهرين ثلاثة كان في خلافات حادة جدا بيني وبينها، لأن ما كانش فيه شقة، أنا ما كنتش جبت الشقة لسه، فكنا عايشين في بيت أمها اللي هي مش عايشة معانا، يعني عايشة مع أخت من إخواتها وسابت لنا البيت. فإحساسي بإني مش بشتغل كفاية أياميها، وهي بتصرف من ماهية الفرقة القومية على البيت، ومفيش شقة، وأنا اللي عايش عندهم وصغير في السن، فكل الحاجات دي كانت بتيجي على أعصابي وكرامتي. فلو قالت لي صباح الخير أتخانق، عارفة إحساس الراجل؟ يعني أنا متصور دايما إنه الست لو فقدت شغلها ما تفقدش أنوثتها، لكن الراجل لو فقد شغله يفقد رجولته. فحصل خلاف جامد جدا برضه على حاجة تافهة، يمكن لو أنا في سني دلوقتي الخلافات اللي حصلت بيني وبينها اللي بسببها اتطلقنا يمكن ما كانتش، يعني كانت هتعدي عادي. فأيامها خدت بعضي وعشت في شقة مفروشة لوحدي، واديت لهم تليفوني وقلت لهم ساعة ما تيجي تولد كلموني. راجع من شغلي مثلا الساعة 5 الصبح لقيتهم بيكلموني تعالى مشيرة في المستشفى بتولد. نزلت رحت المستشفى، دخلت أوضة العمليات معاها، وهي تحت وطأة الوجع بقى والألم وكده بدأت تقول لي أنت وحش شخص عليك مش عارف إيه حاجات كده. أول مرة كنت أشوف حكاية الولادة دي بتحصل لست إزاي، وأصريت إن أنا اقف اتفرج والدكتور والممرضات يقولوا لي لا اخرج، يعني ما ينفعش، وانا بتحايل عليهم لا نفسي اتفرج، وشويه اجي جنبها تمسك في ايديا وهي بتصرخ، وبدات تصعب عليا جدا، وبدا قرار حكايه ان انا اطلقها وما اطلقهاش ده ما يبقاش في دماغي اصلا، وبدات اقول لها الجدعاني لو جبت بنت هسميها على اسمك، وكانت حاله كده غريبه جدا. وبعدين في لحظه الدكتور شخط فيا قال لي اخرج بره. خرجت فعلا وجات الممرضه بعد كده قالت لي مبروك جبت بنت، وقلت لها سميها مشيره، فكان في فرحه وحزن في نفس الوقت مش عارف اوصفها لك ازاي. مطر عصفور ارتعش وبين ايديك الطيبه طلب الامان، ايوه بحبك بحبك من زمان يا صاحبة القلب الرقي، خبيني من مطر الطهي يا صاحبة القلب الرقي، خبيني من مطر الطهي، عصفور أنا عصفور أنا شعرك جناحي للمطر.